عسلامة، أنا سارة، أنا باش نعلمك كيفاش تديري خبيزة بالفرماجة. وهيا نزي لولا نجيبو خبيزة ونزوج نحلوها. طيب نطيبوها باش نحطو فرماج وناكلوها. بلاكي تمسي هذا بسكره سخونة، بلاكي قولي ماماتك وباباتك باش يديروا هذا كليكا. كيراكي كبيرة قدرتي تديريها، كيراكي 7 و6. ونخلوها، كي نخلوها هيا نجبدو الفرماشة. الأول نحطو الوسمة والهنا والسنة بأنو باش نلسنو الهنا كي نحلو كي نسمعو البيب ونجيو ونحيو الخبيزة. عالسلامة. This is episode 2. So we're gonna go get the toast out of there. هيا نمشيو. لازم تحلوها باش نديرو الفرماج. بس محيني كي انا طايحت الخبيز. وهيا نحلو شكلاتنا ونحطو الفرماج. Make sure if the bread is good. Arabia. So hiya. Ufi episode 3, we did how to make a qahwa. Okay guys, if you don't know how to make a qahwa, I can make you a qahwa in episode 3. Now. Keep spreading in episode 3. So if you like this video, make sure to subscribe to Sarah Khashana Funny.